شنو المطالب اللي تحققت على أرض الواقع حتى يرجعون للدوام بصورة طبيعية؟ أول شيء هم عندهم مطالب، عندهم يعني ثورتنا صار بها شهداء هواي، يعني مو مجرد اللي هم قالوا لنا رجعوا نرجع. ها هي أول شيء خلي يتحقق شيء، هم مستمرين بالمماطلة والتسويف، يعني إذا متى إحنا باقين نفسنا أطول من نفسهم، إيش قد ما راح يظلون يماطلون إحنا حنظل. هاي حطتنا وهاي ساحتنا ما نطلع من عندها. كل تصريحاتهم، كل إعلامهم الممول، جيوشهم الإلكترونية اللي كلها هسه تقول ساحة فارغة، بس إحنا دا نحاول نجي ونثبت لا، الساحة مو فارغة، الساحة كلها شباب بدون قائد. دائما هم يحاولون هاي الثورة حتفشل، هاي الثورة ما بها قائد، بالعكس سر نجاح هاي الثورة هي عدم وجود قائد إلها. هاي ثورة شبابية بدون قائد، ثورة طلعت من نبع الفساد اللي صار بالدولة، فساد بالصحة بالتعليم بالتجارة، أطفال مشردين تطلع بشارع. البارحة أنا رحت بنية طفلة عمرها 5 سنوات بهالبرد، بهالبرد تخسي سيارات ليش؟ والمن يعني وشنو ذنبها؟ احنا شبابنا مستقبلنا باشر، عقبه اطفال عندنا، احنا ما نريدهم يعيشون اللي عشناه. حتى لو انا حالتي زينه وغيري، انا انظر لغيري، يعني واللي خذل ساحات التظاهر احب اوجه له كلمه. اذا انت طلعت على مود فلان غرد لك، واذا انت طلعت على مود تنتظر فتوى من اي احد، فانت ما عندك ولاء للوطن. اللي عنده ولاء للوطن هو اللي يثبت بسلوح التظاهر. اذا انت تنتظر فلان يخرج لك وتنتظر فلان، وانت شنو اللي صار حتى ترجع؟ لانه فلان قال لك ارجع. ها هي يعني تحققت المطالب، العراق صار بخير، الفاسدين طلعوا، اش الحكومه نفسها، الاحزاب نفسها، شنو اللي تغير؟ احنا باقين ومستمرين بعون الله الى ان تتحقق المطالب، ثورتنا ولائنا للعراق فقط، اي احزاب ماكو، بالعكس الساحه هسه ولاها عراقي فقط، عراقي فقط. الاعتصام يعني كطلاب ونسان ثورتنا اللي هي كل العراقيين لازم يساندوها كطلاب، يعني ونسان شعبنا، وحتى ما يروح دم الشهداء ويضيع، يعني كشهيد يعني الشهداء لازم دمهم يعني ما يضيع ويروح هدر. يعني احنا يعني الطلاب لازم نسان ثورتنا، ومستمر بهالاعتصامات الى حين تحقيق مطالبنا المطلوبه لتحرير العراق من المندسين ومن امريكا وايران اللي هي استمرت من 2003 لحد الان تخريب العراق وتنهب النفط، ويعني كل هذا يعني حقوقنا احنا كشعبنا، احنا ثورتنا لا بالعكس مستمره ونبقى حين تحقيق مطالب من بطل عن الثوره. What?
طالب احكي بالنسبه لي وبالنسبه لاغلبيه الطلاب، احنا مستمرين بضربنا، لان الموضوع مثل ما قلنا اكثر من مره، الموضوع موضوع كرامه، طلعنا بمطالب ومطالبنا ما تحققت، فعلى اي اساس انه انا ارجع امارس حياتي الطبيعيه؟ انت من تركز تحت الاعتصام، انت صايك 3 اشهر هنا بالحر وبالبرد وبالضرب، وصاحبك واقع وتتعرف على واحد الصبح الظهر يموت، ومن عاد هذا كله والتهديد والترويع والجوع والبرد وكل ذني الشغلات، وبالاخير ترجع بس على مود تغريده او على مود صوت. هذا الموضوع يعني يثبت انه انت ما طلعت عمود الوطن، فاللي ما طلع عمود الوطن ما نحتاجه احنا اصلا بالساحات، ما شاء الله مكفين وموفين، واذا طلعوا الف نجميتها. ان شاء الله مستمرين كل اسبوع من عدا الاحد، فبقيه الايام الطلاب متواجدين هنا بشكل فردي او بشكل منظمات او بشكل تجمعات طلابيه، بيهم اللي ينظفون، بيهم اللي يطبخون، بيهم اللي يجمع تبرعات. يعني الطلاب ما اقدر اقول لك انه هم الثابتين هنا، بس انه لهم دور كبير بالمظاهرات، فيعني ما حد يقدر ينكر دور الطلاب، وان شاء الله مستمرين كل احد. الطلاب اليوم قدام موضوعين، اما استمرار الاعتصام او استمرار مسيرات الاحد، وبالتالي هي دائما حتعطي شرعيه لهاي المظاهرات، والطلاب صار عندهم وعي ويعرفون انه الدم اللي انهدر والشهداء اللي راحت مستحيل تروح هيك ببلاش وكانه شيء لم يحدث. اللي ترك ساحه الاعتصام الله وياه، واليوم الساحه نقدر نقول شويه صارت يعني بشكل افضل. اليوم الساحه والهتافات اذا تسمعها تقول اليوم الساحه تخبل ما بيها ذيوله. هذا الشيء احنا عتبنا على اللي كانوا بهاي الخيم وكانوا بهذا الاعتصام من بدايته من يوم 1/10، وعافوا الزاد والملح وكل الضحكه وكل شيء عافوا وراحوا كأنه شيء لم يكن. مستمرين ان شاء الله حتى تحقيق المطالب، وهو مطالبنا بشكل رئيسي احنا اهم شيء نريده بهالبلد نريد كرامه، غير هذا يعني مطالبنا ذيك الاخرى ثانويه. Yeah.
هذا الكلام خالي من أي صحة، لأن الطلاب هم بالبداية أساس هذه الثورة. من البداية الطلاب كانوا طالعين بساحات الاعتصام ومثابتين على موقفهم. شلون هسه راح يقلبون على المظاهرين ويخونون الدم العراقي الشريف اللي سالب هاي الساحات؟ فهذا الكلام مستحيل يصير، وباقين وثابتين وإن شاء الله أن النصر والحكومة تتبدل وإحنا باقين، ويعني قد ما يعودون نعود معاهم إن شاء الله. إحنا هاي الساحات ساحات عز وكرامة، ليش؟ لأن سالت بها دماء العراقية الشريفة، مستحيل تنهان، مستحيل ينقلب عليها الوقت إنه نقولون عليها شنو، إنه ساحات جوكرية وهذا الكلام. هذا الكلام كله غلط. إحنا متظاهرين وطالبنا واضحة، جايين نريد نجدد العراق، نريد نضخ دم جديدة بهاي الدولة اللي صار لها سنين تقطع بيها الفساد والأحزاب الفاسدة. لذلك مستحيل 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 يكون بها أي مندسين. هاي التظاهرات الشريفة والظل خالصة لوجه العراق دائما. يمارس الطلاب أكثر من دور بالساحة، منها كدور مسعف وكمعتصم حال حال بقية إخوته، ومنها المسيرة العظيمة اللي تنطلق كل أحد باتجاه التحرير حتى يثبتون لإخوانهم المعتصمين والمتظاهرين أنهم جزء لا يتجزأ منهم، وسيلعبون دورهم المحوري كما يرجى العراق منهم. إضافة إلى ذلك، قدمت هذه الثورة أكثر من 600 شهيد. من المحال أن يرجع طالب واحد من طلاب العراق وممن ولاءهم للعراق فقط إلى مقاعد الدراسة، وما زال أخوتنا معتصمون هنا ويواجهون خطر الموت والترهيب والتقويف، فضلاً عن الجو البارد جداً ونقص الدعم. أخوتنا اللي صار لهم 4 أشهر ويانا بالساحة، احنا نحمل عتاب كبير جدا عليهم. قدمنا شهداء وكنا كتف على كتف لنعيد العراق الى امجاده ونحرره من ايران. ما كان هذا الظن بهم ان ينسحبون من الساحه بناء على امر من قائد سياسي مشارك في العمليه السياسيه منذ 2003
ويمتلك الوزراء والنواب وجزء لا يتجزأ من فساد السلطة. كنا نرجو منهم البقاء للنهاية، لأن الدماء التي سالت منهم هي في النهاية دماء عراقية خالصة. أن الطلاب اتخذوا قرارهم من أول يوم بالثورة من شهر العاشر، ومستحيل يتراجعون عن هذا الشيء. يعني قراراتنا هي اثنين، أولاً اختيار رئيس وزراء بأمر الشعب، وهذا الشيء يعني أكيد ولازم، يعني شيء مو صعب، وثانياً انتخابات مبكرة. هذين المطلبين إذا ما تحققن مستحيل الطلاب يرجعون، إذا اليوم أو باكر أو بعد شهر أو بعد سنة. الطلاب اتخذوا قرار أنه ما يرجع أي طالب إلا يرجع آخر مواطن موجود بالتحرير، وهذا يعني آخر ما عندنا. والله ذول يعني صراحة يمثلون شخصيات، يعني بينوا ولاهم لمن، يعني بينهم أنه ولاهم مو للعراق. أي واحد طلع من التحرير قبل ما تتحقق من مطالب المشروعة فأكيد بين ولاء لمن. هاي شغلة. شغلة ثانية، يعني احتراما دماء الشهداء اللي ماتوا على مود، يعني هاي الشغلتين ما سووها وانسحبوا بينوا انتماءاتهم ولاهم لمن، يعني تعرف الشخصيات ودول خارجية. Yeah.
احد اعمده المظاهرات هاي اللي طالعه بالعراق كلها، وهذا العمود اذا راح فالمظاهرات راح توقع، فمن المستحيل من سابع المستحيلات ويصير ثامن المستحيلات اذا الطلاب انسحبوا نهائيا. ماكو اي انسحاب للطلاب، وان شاء الله يوميا متواجدين، مو كل احد، يوميا تجون وتشوفون الطلاب كلهم موجودين ان شاء الله. بالعكس اليوم عزيمة الطلاب زادت بشكل مو طبيعي، لانه الساحة اليوم صارت للاحرار، والساحة اليوم ما بيها اي حزب، والساحة اليوم هي ساحة وطنية بحتة، لانه الطلاب هم يمثلون في الطبقة كلش قوية بالمجتمع، واليوم احنا بيهم نريد نبني الوطن. فما اعتقد الطالب اللي يفكر بمستقبل اليوم يترك ساحات الاعتصام على مود والله فلان قال الساحة فرغت او فلان حزب طلع من عندها، لا جدا يعني ما حد يتركها ابد. اصلا هي الساحة اول ما انطلقت ساحة للاحرار فقط، اما اللي يطلع بامر فلان او غيره هذا ما يخدمنا، يعني احنا اليوم طلعنا بامر وطن، واليوم الوطن اذا بقى على هذا الوضع انا مو من حقي ارجع وانسحب، لان انا اصلا هو هتافي اني وطني والعراق للجميع، اذا كان العراق للجميع مو من حق اي حزب يدخل ويطلع بامر فد شخص معين، لان احنا امرنا ولاءنا للوطن فقط. ان شاء الله الى ان توقع اخر خيمه بالتحرير ببيان نصر، مو توقع قمعيه، لا، الى ان تسقط اخر خيمه في بيان نصر. اليوم احنا جايين نحقق فد هدف، وهذا الهدف اذا انا اعوف اخوتي وحدي هذا ما يعتبر هدف وطني. لا خير في شهاده في ظل وجود عدم دوله، اذا ماكو دوله اليوم انا اللي تقيمني، انا ما يحتاج ادرس، ارجع جامعتي اشمح لها الرجعه، لو عندي وطن، اذا عندي وطن انا راح اقدر ادرس وان شاء الله اقوم فد وطن جديد، وان شاء الله العراق يرجع احسن من قبل بهاي الاشخاص اللي موجوده وهاي الابطال اللي هم ما حد مخلى عليهم راح يسوون هيك ثوره، لان الاجيال السابقه يعني ما شفنا من عندهم غير بس هتاف او هتافين يجوز، لانه هذا جيل كلش قوي وجيل. نمارس دوامنا بطريقه طبيعيه ابدا الى حد ما ناخذ حقنا ويرجع الوطن، وقلنا انه ماكو وطن ماكو دوام، ومعتصمين ومستمرين بهذا الشيء الى شعار اخر، ومستمرين بهالشيء، وما ما اعرف اصلا شردهم اللي يداومون، اذا انت اصلا ما عندك وطن شلون تداوم، على اي اساس تداوم، يعني ماكو وطن، شنو اللي تستفاده يعني من هذا الدوام مالتك، شهادتك وين راح توديها اذا الوطن حاله هاي حاله الوطن، وكل ما صار الطلاب طالعين ومستمرين احنا بالاعتصام مالتنا، وماكو اي احد متراجع عن التحرير ابد. والله ما اعرف شو اقولهم، انت وضميرك، احب اقول انت وضميرك، يعني دم الشهداء اللي دا تشوفه، خلي حط نفسك يعني بمكان كل بيت يعني عنده شهيد،
كل مكان عنده شهيد، خلي يحط نفسك بهاي العائله اللي انت بيها. شلون انت تداوم؟ شلون قلبك يعطيك الدوام وكل عائله دا تبكي وتنوح والوطن مهجوم حاله؟ شلون انت يعني تداوم بهالصوره؟ ما اعرف شو اقول. انت وضميرك خليك تداوم، خليك مستمر وساحه التحرير، وكنا مستمرين بالاعتصام وكنا ايد واحده مستمرين طبعا الى حد ما يرجع الوطن حاله طبيعي واحسن من الدول البقيه. أول شيء إحنا من بدينا الإضراب كان شعارنا ماكو وطن ماكو دوام، كان الإضراب إلى حتى تحقيق المطالب، مطالب ما تحققت ولهذا الإضراب مستمر. Somebody!
الطلاب ما شاء الله يعني قاعد يزيد ما قاعد يتقل، واللي جو بعد اكثر من راح يجون المستمرين تحت شعار ماكو وطن ماكو دوام. اللي ينسحب ويبيع القضيه بعد هو والله وكل من ضميره، يعني اللي ينسحب ودم الشهداء اللي راحوا والجرحى بالالاف هيك يروح، يعني حرامات. وكل من هنا ماكو احد يقوده، كل من طالع بنفسه وذاته وبغيرته. ان شاء الله مستمرين لحد اخر يوم لحد ما يصل الوضع زين. أولاً يعني نترحم على الشهداء العراق أجمعين، وبداية نحيي كل الثوار اللي ظهروا بالعراق واللي مستمرين بهاي ثورتهم، والعمود اللي يعني واللي هم العمود الفقري لهاي المظاهرات اللي هم الطلاب والتلاميذ اللي ضربوا من حوالي 3 أشهر واللي مستمرين لحد الآن واللي ما ينتمون لأي حزب، واللي قادتهم ثورتهم اللي هي شبابية صرفة، يعني لحد الآن إحنا مستمرين وما لنا دخل بأي سحب واللي جاي اللي يريد يركب هذه الموجة. الأغلبية العظمى لهذه المظاهرات اللي هم يعني شكلهم فئة قليلة، يعني أغلبها يعني هي فئات الشعب العراقي اللي هم التلاميذ الطبقة الفقيرة اللي ظهرت هنا، يعني أي حزب أي هذا ما ينتمي لنا. وما بيها ديونة
طبعا ضالين احنا وضالين ونتظاهر يوميا وما نداوم وما نترك ساحة الاعتصام ابد. احنا بدينا ودم الشهداء ابد ما يبقى. والله ما اعرف ايش قالوا نفسهم انه انسحبوا من ساحات الاعتصام واحنا هنا الشهداء يوميه ده تروح يوميه دم يوميه ام شهيد ده تروح يعني يوميه بيت ده يخلى من اشخاص نحبهم. ما اعرف شلون يعني ايش قالوا نروحهم واحنا هنا ده نعتصم ونسحبوا من ساحات الاعتصام. Yeah.